مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دائما عبر الام تي في. مثل ما وعدت بالامس اليوم ضيفتنا المديره العامه للنفط المهندسه أورار. اهلا وسهلا فيك ست أورار فيغالي. وبعرف اليوم كنا نحن بعز البرد وبعز الشتاء دغري بنركض على المازوت، ولكن باوضاع مثل اوضاع لبنان يلي للأسف هذه الضائقة المالية الاقتصادية اللي انعكست أولا على الأمور الحيوية بالبلد اللي هي المازوت والبنزين والغاز، مثل ما انعكست على مواد تانية أخرى، مستلزمات طبية وغيرها. يمكن مصرف لبنان بموضوع النفط كان سباق أكتر، أنه بيتحمل جزء من كلفة استيراد المازوت والبنزين. والأسبوع الماضي مثل ما وعدت وزيرة الطاقة والنفط بحكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، بدأ لبنان استيراد البنزين، وصلت أول باخرة كمان. تجاه هذا الواقع اليوم فينا نقول للشعب اللبناني نحن بضائقة، نحن حاليا عنا مازوت، عنا غاز، عنا بنزين، ولا بدنا نخزن قوارير غاز، بدنا نخزن مازوت، شو لازم نعمل؟ أول شيء بشكرك على أهلا وسهلا فيك استضافتي، وبتعرفي نحن وزارة الطاقة على طول إنه منحب يكون الجمهور اللبناني عارف اطلاع بكل شيء عم بصير، وعلى طول الصحافة وقت بتتصل بمعاليها وبالمكتب تبعها أو بالمديرية العامة للنفط على طول بنعطيكم الأخبار مثل منا وبكتير شفافية. بدي أطلب طلب أول ما بلش، يعني هالشيء اللي عم بصير اللي عم بذكرنا بأيام الحرب اللي هو التخزين. بالبيوت تخزين قوارير غاز، تخزين بالباركينج مازوت وبنزين. نحن مش بهالوضع. يعني الشط مفتوح وما في قصف على البواخر اللي جاية، ويعني ما بدها هالبانيك يلي عم بتزيد الأزمة. يعني دايما بالشتاء بحب ذكرك سنة الماضية، سنة الماضية البواخر إجا طقس كتير عاصف ما قدرت نزلت، بقيت بالبحر كذا يوم، بالبحر كذا يوم، وبالآخر طلبت ونسقت مع محافظ البقاع سمح لهم سبت وأحد تطلع السهريش ده، وصلنا بس قدرنا نزلنا البضاعة، سبت أحد طلعناهم بإذن خاص طلعت السهريش لأن هي ممنوع تمشي سبت أحد. يعني كل سنة بالشتاء عنا مشكل، بس سنة الماضية ما كانت الناس عم بتخزن، هلأ الناس عم بتخزن، خلقت الأزمة زادت. يعني بالشتاء على طول عنا أزمة، خاصة هالجمعتين من عيد الميلاد طقس ما هدى، حتى بواخر الكهرباء ما عم بيقدروا يشططوا، يعني بواخر الفيول. الأزمة الطقس بلبنان معروف. بطلب من اللبنانيين نحن كوزارة ما في أي برودوي مفقود ولا أي، يعني عم بيجي البضاعة عم تجي، المنشآت اللي هي تابعة وزارة النفط عم بتجيب وهلأ واصلة باخرة مازوت، والبنزين وصل، والقطاع الخاص عم بيجيب وكله موجود. بس في بانيك من الناس بفهمهم أنا، وضع صعب، وفي كتير يعني على وسائل التواصل عم بينقلوا أخبار عم بتعمل هالجو البانيك أكتر. بس أنا يعني أنا من موقعي كمسؤولة عم بقول ما في مشكل، البضاعة عم تجي وما في مشكل بفتح الألسيات، مصرف لبنان عم بيساعد والمحطات كلها فيها يعني. وأنا كل يوم بتجيني حركة المستودعات لأنه هيدي سلعة استراتيجية، كل يوم بيجينا كوزارة كمديرية عامة للنفط كل شركة شو عندها مستودعاتها عنا، يعني عم بتطلع عنا بالغاز 9 أيام عنا بقضي وهلأ واصلة باخرة، بالبنزين 98 الناس هي ما عم بتعبي عندي ل 21 يوم، بنزين العادي 95 12 يوم، المازوت عندي 7 أيام، والمنشآت وصلت لهم باخرة يعني. وال يعني ما في شيء بفزع، مع بدي أعيد نحن بالوضع هيدا مع التخزين الغير طبيعي اللي عم بيصير، يعني عم بيكون في استهلاك أكتر من العادة. لأنه مبارح خصوصا بالبقاع وبعكار كان الوضع صباحا مختلف، كانوا عم بيعبولن بس ب20,000، ما بعرف ليه ب20,000 وإذا هذا سعر رسمي ولا لا، ب20,000 مزوت، وعم بيقولولن ما في،
وكانت الصرخة. بس امبارح ليلا بالليل أنا وصل لي بيان من تجمع أصحاب المستوردي إذا بدي أقول، أكدوا فيه أنه لا وزعوا بكميات لكل المحطات بدون استثناء. يعني أمنا اليوم حسينا أنه ما في أزمة. ليه امبارح انعملت هالأزمة كلها؟ أنه بس بعشرين ألف من عبي بالبقى ولا بعكار و... يعني أنا ما عم بلوم القطاع ككل، بس أكيد في ناس بالقطاع عم تستغل فزع العالم وعم تستغل هالجو المخيف اللي موجود، وعم بتبيع بأسعار أوقات أغلى وبتقول كمية قليلة تتقدر توصل للي بدها إياه. يعني وقت ندرة السلعة بتسمح لهم يتلاعبوا بالسعر. الوزارة شفت عملت كذا اجتماع أصرت على السعر باللبناني، والوزيرة أصرت ما ينزيد السعر، بس في ناس والشركات ملتزمة وعم لحديت هلأ عم بتبيع باللبناني وعم تعطي محترمة شو الاتفاق اللي صار مع الوزارة لحديت هلأ. هلأ في بعض التجار يلي بيشتروا منهم، بيشتروا من المنشآت، المنشآت كمان عم تعطي بالليرة اللبناني المازوت، عم بيستغلوا اذا يعني بروحوا بيشتروها من المنشآت باللبنان وبروحوا هن بنزلوها مثل ما بدهم بالدولار او على سعر دولار عالي ولا شيء. بس انت وقتها بدك تقولي له للمواطن هالسلعه متوفره وقت ما بدك ساعتها ما بيدفع سعر اغلى، بس بتقولي له لا و20 لتر وما فينا اعطي اكثر ومنا موجوده وبدك تدفع لي شوي زياده بيدفع. يعني هودي طرق تجاريه، يعني ما عم بقول كل عم بيعملوها بس في عم بيعملوها. من بعد عملية الأمريكية على العراق ومقتل القسماني غلي سعر النفط، طلع سعر النفط، هذا بينعكس علينا نحن هلأ بلبنان؟ تأثر بجمعة هالجمعة إيه علي حوالي 200 ليرة 200 ليرة مبارح بنزين بالأربع يعني إيه. نحن يعني سعر النفط الوزيرة وقتها بتقول بدي ثبت السعر، سعر النفط العالمي ما بنقدر نحن أكيد، بس إنه نحن عم نصرف على الدولار تبع مصرف لبنان 1515، يعني ما فينا نمشي على سعر الدولار اللي هو فعلي عند الصيارفة، وفي مشكل بال 15%. يعني مصرف لبنان عم بيساعد ب 85% من قيمة البضاعة. نعم قيمة البضاعة اللي هي عن دولار، أكيد كله مصرف البترو دولار كله عن دولار، عم بيصرفوا لهم يعني يقبضوا منهم لبناني اللي عم بلموه من الناس 85% عم بيعطونيها بالسعر الرسمي، 15% بده يدبروا حاله. معاليا يعني كتبت كذا مكتوب لمصرف لبنان وعملت أنا كذا اجتماع طلب منها أكيد أنه نجرب هال 15% اللي هي بقيت جابس عم تخلق مصرف لبنان. يعني وردنا كتاب خط منه انه هلا مش قادر يدعم الا بال 85% فقط من سعر ال من هيك صار في ضغط من الوزيره على الشركات باجتماعات صارت مكثفه قبل العيد انه بدنا نجرب المواطن هالفتره ما فينا نزيد له، ولعبت شوي بالجدول شلت شوي من يعني الكل شاركوا بهالخساره، شالت من الموزعين من الصهاريج من محطات البنزين ومن اكيد المستوردين حتى الكل يكون عم يتحمل هالخساره، لانه اكيد اسعار بقيه السلع اللي منا الدوله مسعرتها. بس اذا بقي يرتفع سعر الدولار بشكل عشوائي هيدا مشكل، يعني أكيد هل مشكل. هون ستلجا كمان الوزاره مجددا لاستيراد مثل ما استوردت البنزين تستورد المازوت، ولا بعد ما حدا فكر فيها ننطر؟ لا ما هي عم تستورد المازوت، المازوت اساسا عم تستورد المازوت من زمان وجاي عم تستورده تقريبا عندها بتستورد تلت الماركت مم. يعني تلت هي بتجيبه. هلا البنزين فاتت ب 10% بس انه يعني انه مشكل، لان حتى لو استوردت الوزاره وقت الوزاره ما كمان الوزاره عم تشتري مثل على دولار ما بعرف قد ايه من دوله لدوله، ما كان في مجال سعاده المديره؟ هلا ليك اكيد، بس يعني امبارح كان عندنا اجتماع مع الوزير وانه قالت انه بدنا حكومه، يعني لانه حتى من دوله لدوله يعني حكومه تصريف الاعمال ما عندها صلاحيه from government to government. يعني اي دوله بدك تحكيها بده يكون في حكومه عم تحكي، حكومة تصريف الاعمال ما عندها الصلاحيه. لو يعني عندها كان تعملوها هلا يمكن، لو الحكومه تصريف الاعمال كانت تصريف اعمال، بس هي حتى يعني ما كانت انه تصريف اعمال، يعني ما التقت ما اجتمعت انه صحيح ايه يعني اصعب يعني حتى نريح المواطن، حتى نقول له انه
إن كان بالنسبة لقواري الغاز ما في لزوم إنك تتهافت وتخزن. وبعدين خطر بليز يعني. خطر في خطر. ما يعرضوا بيوتهم لهالخطر وقت السلعة موجودة. موجودة وبسعرها يعني هذا إياها موجودة. وبالنسبة للمازوت موجود والبنزين موجود ما في لزوم للهلع. للهلع. ومدام في شغلة كتير مهمة قلتيها، البحر مفتوح الحمد لله، يعني احنا مرينا بظروف أصعب كتير بيكون مسكر ساعتها كانت اليوم الوضع المالي هو العصب هو الأساس، ولكن مع مصرف لبنان 85% وتحمل خسارة الثانية لدى الكل، يمكن هيدي بتتعود السوق بيترجلج عليها يعني. نحن عم نحكي كمادة بس ما حكينا مدام أورور عن المستلزمات كمان، لأنه نحن اليوم في مستلزمات كمان، يعني بنعرف قوارير الغاز بلشتوا من سنة 2015 باستبدالها، في شيء اسمه حديد، في شيء اسمه رونديل، في هاي مستلزمات لا تصنع في لبنان، هاي تستورد من الخارج، في شيء اسمه حديد وسعر الحديد عالمي، لأنه المواصفات اللي عملتوها لقوارير الغاز كانت مواصفات يعني جيدة جدا. لبنور اللي عملها يعني أكيد اتفاق معكم يعني ضمن وصفات، ونحن أخذنا باللي طلعته. وين صرنا بهالعملية هي؟ حقيقة الاستبدال. صرنا ماشيين كتير منيح، وبالحقيقة يعني الصور اللي كانت عم بتجيني هلأ شوي صارت أحسن، بس لأنه بلشنا بأسوأ أنواع القوارير، قوارير أكيد من قبل 75، وقوارير في منها ما بعرف من وين من جابين، لأنه يعني كنا عم نقول بوقت، نرجع نذكر المشاهد، كنا عم نستبدلها مش عم نرممها أو ندهنها، خلينا نرجع نوضح للرأي العام اللبناني. وعملنا زيارتين على المعمل. على المعمل، المعمل عم يشتغل، وحقيقة كان في تعاون بين كل إدارة الدولة، يعني بعد التوصية النيابية اللي طلعت باستبدال القوارير. ست لينا درغام أكيد طلعت المواصفات بلبنان، مقاييس لبنان، وبعدين إيري ومسيوفرين مأمن بالمعمل شخص موجود على طول، استاذ سامي تعرفنا عليه، بعده هو اللي عم يطلع. استاذ سامي ما بعرف إذا هو بعده عم بيطلع، بس إنه في عندي حدا دائم. نعم. دائم موجود، دائم يعني حدا كان أخذ لهم بيت بفوق مصلحة البحوث الصناعية حتى يعرفوا مين الإيري انستيتيو دي ريشيرش اندستريال، كانوا موجودين على طول فوق، من الحديد للحام للدهان موجودين على كل قارورة، وكل قارورة في دمغة الإيري عليها، هذا بيطلب منا ولبينا وبحضور الشباب تبعه. قديه بدنا بعد حتى تستبدل كافة القوارير في لبنان؟ بدا وعد ما قلنا نحن من وقت اللي كان اجتماعات اللجنة النيابية ما كان عندنا شيفر اكزاكت عن العدد، قلنا 4 ملايين ومنشوف هالقوارير، وقت منلاقي حالنا وقفنا منقول استوب، لأنه كان في تهريب، بعده التهريب ماشي. لا تهريب هلا ما في لأنه ما عم تتعبى إلا القوارير اللي هي يا قديمة ومعروفة السيري تبعها موجوده، او الجديد اللي عم يتعبى. لا هلا نحن من بعد الفاصل بنكمل. ايه فاصل ومنتابع. متابع الحل عنا عبر الام تي في مع المديرة العامة للنفط سيدة أورور فيغالي. يعني طمنا بالبداية أنه ما في داعي للهلع أو للتخزين، خصوصا قوارير الغاز، لأنه عدا عن أنه هي موفرة، ولكن كمان هيدي أنابل موقوتة، حتى ولو أنه اليوم صرنا مبدلين أكثر من مليونين قارورة، مليونين وسبعمية وثلاثة وثلاثين ألف ومئتين وستين هيدي آخر، لا هلا بعد عم نكمل، هيدي 31 كانوا الأول. كثير منيح. أول 3 سنين. وذكرنا إنه اليوم بإشراف أول شيء بمقاييس حسب شروط المقاييس والمواصفات، وابدا يعني على كل قاروره في دمغه الايري حتى تبين انه هي صالحه وما في شائبه عليها. أزبط. المستلزمات كنا عم نحكي شوي عن المستلزمات، لانه هذا يستورد مش شغل لبنان، مش والحديد قديش اليوم فرق الاتفاق. ولا اكيد هذا يعني كمان من المشاكل اللي عندنا اياها بارتفاع سعر الدولار، لانه اكيد احنا مثل ما بنحكي عن المشتقات النفطيه يلي الدوله هي بتسعرها، وعن الدواء اللي هي بتسعرها، مستلزمات الطبية كمان مستوردها، والخبز للدولة. هو صفى في مشكل للمستورد، لأنه بالسوبر ماركت اللي عم بيستورد عم بيرفع سعره مثل ما بيناسبه، وأكيد أكوردن لسعر الدولار، هودي ما فيهم يرفعوا.
كمان قارورة الغاز كقارورة غاز بالتوصية النيابية إجا تثبيت لسعرها وحافظت عليه الوزارة وعلى دولار أكيد 1500 يعني سعر مصرف لبنان بعدنا صحيح. عليه بعدنا عليه بقى أكيد في عندك المستلزمات تبعه في عندك الدهان اللي بيجي من برا وعندك أكيد الحديد وعندك الحنفية كله بس لحد هلا الوزارة يعني في قرار من الوزيرة ما عم تغلي ولا سعر بعدنا ماشيين مثل ما ولكن اليوم في بواخر ناطرة يعني اليوم كهرباء لبنان بلش التأنين وقالت نحن عنا إمكانية نعطي 1500 ميجا قد ما موفر لنا من اعتمادات إذا بيزيدوا لنا بنزيد 500 ميجا وبنعطي أكثر كله مرتبط كمان باستيراد الفيول وهلا مشان كهرباء لبنان في شيء جديد نريح الناس فيه لأنه التقنين كانوا واضحين أول امبارح ببيانهم بكهرباء لبنان يعني كهرباء لبنان بالآخر شو الموازنة بتحط لهم صحيح يعني نحن عم نحكي عن الموضوع لأنه المدير العام للنفطية اللي بتدير البروجيات الفيول نعم. استيراد الفيول والغاز أول للكهرباء نعم. كان عندنا شوية مشاكل من التصنيف المالي للبنان وهيك نزل للتريبل سي نزل معه كل شيء ايه يعني كان في صعوبه بفتح الاعتمادات يعني مصرف لبنان يبعثها بس تعذبنا اخر شهر او شهرين بس هلا هالجمعه هي مصرف لبنان لقي حل وبلشنا نلاقيه هلا هالجمعه يعني الناس بلشت تلاحظ في فرق ايجابي بتمنى لانه البواخر اللي كانت واصله وما قدرت فضت يعني حقيقه في ملاحقه يوميه من الوزيره معي وما انا مصرف لبنان كرمال هالموضوع كانت القصه اكبر منا كلنا يعني ما فينا نقول حق مصرف لبنان ولا حق علينا كان شيء صعوبات ماليه مع المصارف بالخارج مع مصارف هالشركات اللي عم بتجيب بضاعتها من الخارج هيدي الجمعه هلا بقدر اقول تحلحلت وانفتحت كذا اعتماد كانوا مفتوحين من لبنان بس مش موافق عليهم المصارف يعني امبارح توافق على اثنين هلا قبل ما اجي توافق على اثنين يعني هلا هالبواخر الواقفه مفروض تفضي من هيك قلتي وطمنتي انه عنا لمرحله بس مرحله اللي بعدها ما حدا بيعرف يعني شو بدنا نصير عنا حكومه في عنا حكومه اكيد هلا بغياب الحكومه بدنا نفهم كلنا كلبنانيه انه رانتري الدوله خفت يعني جمرك خف تيفي اخف كله يلي الدولة منه عم تدفع ومنه من هيك عم بقول خلينا ننطر لأنه أكيد بتكون في تغيير حتى يعني بكل شيء ببيتجي الدولة بده يتغير لأنه البيتجي معمول على توقعات إيرادات صحيح. إذا هالإيرادات اختلفت كله بده يتغير طبعا هذا القطاع منه قطاع ما بيعاني من تحديات أو صعوبات مثل كل القطاعات خصوصا هلأ لأنه هذا قطاع كتير حيوي يعني نحن إن شاء الله بيصير عنا نفط بل كنا أيه موعودين هلأ أيه بدأوا كنا موعودين بكانون تاني بعد القسم يعني بعد 15 كانون تاني بيكونوا خلصوا بمصر وبيجوا هذا الوعد اللي يعني مع ضغط فعلا الوزيرة أنه ب 15 كانون تاني وما بعد يعني دلينا نقول بتبلش مرحلة جديدة للبنان بتبلش مرحلة جدية الإكسفلوراسيون يلي كان لازم تبلش قبل أكيد صار في تأخير سياسي كان لازم تبلش قبل حل حالة سياسية بتقولي هالمرة ثابتة هالمرة طلعت المراسيم يعني الشركات أخذت توتال إني ونوفاتيك بلشت تشتغل يعني وتصور حتى سياسيا هلا ما بقى يحمل البلد ما عم بحكي سياسه انا لا إدارية. ولا انا يعني احنا عم بس بعرف بس انه عم بقول بتصور انه ما بقى خلص صرنا على الاخر ما إن شاء الله. بقى يحمل ابدا ان شاء الله امور تانية اليوم عم بتواجه هذا القطاع هو اهم شيء هيدا قصه يعني هالسعرين دولار سعر يلي نحن كإدارة إنه ما فينا نعترف فيه نحن بالنسبة لنا كإدارة وهذا المشكل بالتسعير إن كان تسعير قارورة الغاز وإن كان تسعير المشتقات النفطية بنزين مازوت غاز يعني كل أربعة صباحا لما بينوضع الجدول في بناء على الورقة اللي بتجينا من مصرف لبنان وطالما مصرف لبنان عم بيحط لنا تسعيرة ما علمنا نحن عايشين بلبنان وإشعين طالما هالتسعيرة مجبورين نمشي عليها ما فينا نمشي على التسعيرة اللي هي عند الصراف هيدي المشكلة اللي منا عنا يعني مشكلة السعرين مش نحنا في وزارات تانية وزارة ما بعرف مين المسؤول عن الصرافين بس أكيد مش وزارتنا ما فيها وزارتنا
إلا تعمل بنطاق القانون شو سمح لها. هيك سمح لها القانون، هيك عم تعمل. يعني المشكل منه عنا. أوكي المشتقات اللي نحن عم نديرها عينت من هالمشكل، بس الحل مش عنا. لازم ما بعرف مراقبة تصرفين أكثر، هيئة القضايا بعتقد مش طيب أنا هي في هيئة بال يعني مش مصرف لبنان ولا جمعية المصارف، يعني بعتقد إنه هن لا ما بعتقد جمعية المصارف لا جمعية المصارف ولا مصرف لبنان، في هيئة هي تشرف على الصيارفة وعملهم، ولا كل اللبنانيين بيقولوا ليش ما حدا بيقف لهم حاد، لأنه هن دائما عم بيقولوا هيدا عرض وطلب، ولأنه عرض وطلب ما في واحد يتدخل بهذا البلد الليبرالي، اقتصاده حر الليبرالي. بس المشكل عم بيأثر على كل شيء، على كل شيء، لأنه لبنان يستورد، يعني عم نستورد مزبوط، ما فينا ما عنا بعد إن شاء الله. هلأ إذا بيكنون بلشنا التنقيب وفتنا بهاي المرحلة الجدية إن شاء الله نصير ونعطي نفحة أمل، نفحة أمل. ساعة البنوك بتسهل شوي، يعني الألسيات تنفتح، التصريف من اللبناني للدولار بالسعر الرسمي، يعني بركة. هلأ أكيد كله يعني بنتأمل الحكومة حكومة يكون عندنا حكومة جديدة، لأنه لو تصريف الأعمال قادرين يقوموا بهذا الموضوع كيف كانوا اجتمعوا. هلأ بعد ما اجتمعوا ما بعرف ليه يعني الوزيرة بعتت كتاب لمصرف لبنان، بعتت كتاب لوزير المالية، يعني رئيس وزارة بالجو، بس انه هالقد احنا هالقد حدودنا تنقدر نعمل. اليوم كمديرية عامة للنفط كنا عم نحكي عن الجدول اللي بيطلع كل صباح أربعة، ويلي صرته اليوم مثل ما بيوصلكم مصرف لبنان صار إلزاميا بدكم تتأيدوا بمصرف لبنان فعلا. هل دائما مصرف لبنان على حق بهذا الموضوع ولا شو رح تعملوا؟ هذه سياسة مالية، سياسة مالية، يعني بدنا مثل ما المصارف هلأ أني بيقولوا قرارات مصرف لبنان، الوزارات يلي بدها تستورد هالمواد الأساسية بدها كمان تكون تحت يعني توجيهات مصرف لبنان. كمديرية عامة إنه بنعمل شغلنا، مثلا ما بعرف إذا قلت لي كل شيء اسمه مشتقات نفطية، التخزين تبع المشتقات النفطية، إن كان بالخزانات يلي على الشط وقتها بتوصل البضاعة، أو المحطات أو المحطات المنشآت، خزانات الكهرباء أو معامل الغاز، كلها كلفنا شركة وصارت كلها على جي اي اس مع خطة كوارث لكل نقطة بنقطتها، يعني وين أقرب مستشفى، وين أقرب دفاع مدني، إذا لازم يكون قريبة عن سنتر كوميرسيال، عن مدرسة لازم يشترك الجيش بالإخلاء. يعني هيدي خطوة نوعية قضية الكوارث، لأنه نحن سبق سبق ونحن معانينا من مشاكل، بس اليوم قدي خطوه نحن. اساسيه وماشي الحمد لله، يعني ان شاء الله ما منعوزه، يعني ما بيصير اي طارئ، بس انه بس كان في لجنه تشكلت بمجلس الوزراء للكوارث بكل الادارات، وطلبوا من كل اداره تعمل البارت تبعها. نحن خلصنا البارت تبعنا من شي سنه ونص، وبعد عم نعملها اجور، كل محطه كل شيء بيجي عنده احتسياته على جي اي اس مع صوره، مع بتشوفيها أنت على الجوجل وينها مقشوعة، مع الأهم اللي عم نقوله درجة الخطر لكل محطة اتصلنا فيهم شو لازم يزبطوا لكل منشأة، يعني يكون نفطي. في شروط صحية والشروط الخاصة بالتخزين السليم العام، خصوصا مستودعات التخزين هيدي شغلة أساسية، وكل سنة بنبعت لهم آخر السنة ومنشوف شو عم يعملوا. يعني خلينا عم نحاول نشتغل كوزارة بالبارت اللي قادرين نشتغلها نحن، بس نفوت بالشي الخطط الاقتصادية والسياسية صارت والمالية صارت برات نطاق عمل وزارتنا. مش بس عندكم كمديريتكم، كافة المديريات اليوم، لأنه هذا البلد سلسلة مترابطة بين الوزارات وبين الحاجات، يعني نحن بنحكي عن المواد الحيوية اللي هي المازوت والبنزين والغاز والكاز، ما حكينا عن الكاز كمان وقوارير الكاز هو ما في كاز بقى نحن عندنا بس كاز الطيران، يعني بنسميه كاز بس هو الجيت تبع الطيران، هيدا ما بنسعره نحن، لأنه الطيران المدني وزارة الأشغال والمطار هن بيعملوا مناقصات، يعني ما بيعتمدوا على كنا نسعره بس ما بيعتمدوا على سعرنا لأنه بيعملوا مناقصة.
والسعر الاقل بياخذوه وبيعتمدوا. واذا حدا بالسوق بحاجه بيلاقي بيلاقي بس انه كميات كثير قليله يعني عم تنباع. يعني ما بقى فينا نقول على قناديل الغاز الناس عم بتضوي. لا لا والكاز كان وقتها كانت ايام اللي كان في منشات نفطيه مع انه ريفاينري عندنا مصافي كانت تطلع كاز يعني اللي يبقى لانه بتعرفي نوعيته انه يبقى ويبيعوا. هلا حقيقه ايه اللي بده كاز ما بعرف منين بيشتري بس انه في بعض المحطات بتجيبوا تبع كاز الطيران زيته وبحطوا باناني لتر وبيبيعوا كليتر يعني وما بنتسعر لانه ما منه حرزين ابدا. نحن اليوم حبينا من خلال حضورك معنا مدام أورور فغالي المديره العامه للنفط حتى نقول للشعب اللبناني انه ان كان معالي الوزيره ولا انتم كوزيره الطاقه والنفط ولا كان انتم يعني واعيين للوضع بتطمنوا لهلا بعد الامور موفره ما في لزوم للقلق ولا للتخزين على امل انه تتحلحل الامور الماليه اكثر لانه هيدي بتريح الجميع. انا بشكر حضورك وبقول للمشاهدين بعطيكم موعد بكره الى اللقاء.